السلام عليكم. اليوم غنتكلم لكم على الطريقه باش نغيروا لي كارتوش ديال لي ميتيجر. الميتيجر ديال الدوش ولا ديال لافابو ولا ديال الكوزينه بحال كلشي بحال في التغيير ديالو. فاش كيكون الميتيجر ما كيبقاش يبغي يقطع الماء، كتكون عنده هذه القبطه هذه كتبان ما كتقطعش، واخا كتسد ما كتقطعش، ولا كيبقى يسيل الماء من الجناب. دابا غنوريكم ان شاء الله الطريقه كيفاش غنغيروها بكل سهوله. اللي غنحتاجو معنا هو بانز غاز، سيبو صغير، تروفيس بلاي يكون رقيق. علاش درنا السيبو تروفيس بلاي؟ حيت كاينين جوج الماركات، كاين الماركه اللي كتحل بالسيبو، كاين الماركه اللي كتحل بالتروفيس بلاي. دابا غنوريكم الطريقه كيفاش ممكن نستعملو. كما كتشوفوا معايا كنحيدوا هاد الفران هذا اللي هنايا، كنطفيو الطاية هادي، كنحلو واحد كما كيبان لكم معايا هنايا، كنحلو واحد السيبو بعد ما كنحلو السيبو كما كتشوفوا معايا. كنحلو هاد البوز هادي لاكاش، وعندنا هدا إلا بغيتي تشدو كتشدو غير بانز غاز، كتشدو معايا كارتوشة، كاينة كارتوشة صغيرة وكاينة كبيرة، الأغلبية كتكون عندهم كارتوشة كبيرة. غير اللي كتبقى في البيت بقى شي كارتوشة صغيرة. من بعد كي بدات نتفرج باش كنجبدوها كنغيروها، كنغطيو البلاصة راه عندها واحد جوج فريزات هنايا، كنديرو هنا نشدو لنا في هاد التقابي هادو هنا في هاد الحفاري هادو، راه هنا حفرين نحطوها بيدينا وكندورو نشوفو واش غدور. لو مدارتش غنبيع لنا راه شاد داك النص. من بعد كنردو لهاد الفران ديالنا، فران ديال الكارتوش، كنزيرو بيدينا حتى كنقصو بيه، عاد كنكملو نزيرو بنسى بعض الشوية. من بعد كنردو هي الطريقة السهلة ديالو.